قضية المغربية غزلان اللي رونات الرأي العام الأمريكي والتركي والمغربي سنة 2017، نهاية اللي ما كيتقبلهاش العقل، والسبب فعلا صادم. بلا ما نحرق لكم الأحداث ونطول عليكم، على بركة الله نبدأ تفاصيل قضية المغربية والعراقي. الأحداث ديال القضية غادي يبدأوا من مدينة مكناس، وغادي نبدأ لكم بالهضرة من عند الشخصية الرئيسية واللي كان الاسم ديالها غزلان. غزلان بنت من مواليد سنة 1979، تزادت في مدينة مكناس بين خوتها ووالدها، وكبرت نيت في هاد المدينة. الطفولة ديالها نقدروا نعتبروها طفولة عادية، ما كاينش شي حاجة اللي مميزة تذكر، يعني عاشت في حالها في حال أغلبية الوليدات، وكبرت في جو عائلي والأمور ديالها كانت غادة مزيانة. ومع وصلت لديك 18 عام قررت أنها تمشي تتعلم شي حرفة ولا تدير شي ديبلوم تحت يدها، المستقبل باقي قدامها وهي ما نوياش تكمل قرايتها، فالصنعة هي أحسن خيار بالنسبة ليها. وبما أن أختها الكبيرة كانت خدامة في أمريكا وعندها صالون بسيط للحلاقة والمكياج، داكشي علاش قررت أنها تدخل لهذا المجال هذا بالضبط. وأبر هادشي هي أصلا من الصغر ديالها كان كيعجبها بزاف المكياج وتصاوب تسريحات ديال الشعر وفي حال هاد الأمور، يعني تجمعوا جميع العوامل اللي خلوها في الأخير تدير هاد التوجه. وكيف ما عارفين الإنسان من اللي كيكون كيبغي شي حاجة راه كيعطي فيها من نيته بكل حب، وداكشي النيت اللي طرى الغزلان اللي من بعد ما تسجلات في معهد لتعليم الحلاقة والتجميل في مكناس اكتسبت الصنعة في واحد الوقت وجيز، وكان راسها خفيف بزاف، وكتاخد بعين الاعتبار الملاحظات ديال الأساتذة ديالها، وما دازتش شي فترة طويلة حتى كانت بالديبلوم وبصنعتها في يديها. وهذا كان بالنسبة لها أول هدف درته في راسها وقدرت أنها تحققه. أما بالنسبة للحلم الكبير اللي لطالما كبر معاها، فكان هو أنها تسافر لأمريكا وتستقر مع الأخت ديالها وتخدم معها في هذا المجال النيت. وطبعا هادشي كيكلف مصاريف كتيرة، شي اللي غادي يخلي غزلان مباشرة من بعد ما تاخد الدبلوم ديالها تبدأ تقلب على الخدمة في شي صالون. المهم دوزت مدة وهي كتخدم في الصالونات كل مرة وفين، وداك البركة اللي كتشدها كتخزنها عندها. وفعلا من بعد مدة بسيطة غزلان كتقدر أنها تسافر لأمريكا، وبالضبط لمدينة هيوستن بولاية تكساس. ومن بعد ما كتوصل في البلاصة كتلقى مع أختها وكتوجه معها لدارها، يعني ما كتمرت في زناقي ما كتعذب، في البلاصة كتستقر وكتبدأ تعاون اختها في الشغالات ديال الدار. مثلا كانت كتجي كتلقى الماكلة مطيبة، الدار نقية ومجموعة، وهذا الشيء كان قبل ما تخدم معها في الصالون، لأنها من بعد مدة بسيطة قررت أنها حتى هي تخدم على راسها وتحقق داك الشيء اللي كانت كتمناه من الطفولة ديالها. وفعلا داك الشيء اللي كان، وفي هذه الأثناء كل شيء كيتبدل، ولو دائما داخلين خارجين بجوج ومعاونين مع بعضياتهم على الزمان. وحتى من غزلان ما كانت شي وحده اللي سهله، دغيا بدات كدير الكليان وكدير بلاصتها، الخدمه ديالها متقونه وكدير جهدها كامل باش الكليان يبقى مرتاح. وهكا الوضع المادي ديالهم ولا غادي مزيان، والنهار على نهار كيتحسن اكثر. وطبعا ما كانوش ناسيين عائلتهم، دائما كيتفكروهم بداك الشيء اللي قسم الله، وفي نفس الوقت مزيرين راسهم باش يجمعوا شي كمية ديال الفلوس وبيهم يكبروا المشروع ديالهم كتر وكتر. وفعلا من بعد سنوات ديال الخدمة وتمارة، وأخيرا كيقدروا أنهم يفتحوا مركز ديال التجميل في أمريكا. وباش تدير خطوة في حال هادي في هاد البلاد خاصك تكوني مرة ونص. المهم هاد المركز التجميلي كان كيجمع ما بين المكياج، الحلاقة ديال الشعر، وحتى الحمام المغربي بالأنواع دياله. كانوا موفرين تبريمات بجميع الأنواع، الصابون البلدي، الزيوت، المهم في حال إلا قلتي جابوا الحمام المغربي بنفسه لأمريكا. وهذا الشيء ساعد كتر على الانتشار ديالهم، ولو العيالات كيجيو من أماكن بعيدة غير على قبل هذاك الحمام، منهم مغربيات وحتى من جنسيات آخرين. واللي زاد حبب الكليان في هذا المركز هي المعاملة الطيبة ديالهم، وهنا الوضع ديالهم تحسن كتر وكتر، ولو عايشين ومعيشين والديهم بخير وما نقصهم حتى شي حاجة، ونقدر نقول أن حياتهم كانت مستقرة وكل شي غادي مزيان. لكن الحياة دائما فيها تقلبات وما كايناش شي حاجة اللي كدوب، يقدر موقف واحد في حياتك يقلب لك كل شي رأسا على عقب، كيف ما يقدر يدخل لحياتك شخص واحد وعلى الإثر دياله تكتب النهاية ديال قصة حياتك.
سنة 2015 غادي تبان شخصية جديدة في الحياة ديال غزلان. هاد الشخص هذا كان الاسم ديالو نوار، عراقي الجنسية، من مواليد سنة 1982، يعني غزلان كبر منه بثلاث سنين. قرا الطب ويلا هادي ثلاث سنين باش جا لأمريكا وخدم في أحد المصحات كطبيب جراح في التخصص ديالو. نوار من بعد ما تلقى بغزلان وتعرفوا على بعضياتهم معرفة سطحية، ما داش حتى شهر مكمول حتى كانوا مقررين أنهم يتزوجوا، وهاد الشي بسبب المعاملة الأولية وجمال البدايات. راكم عارفين كل شي كيكون كيبين أحسن حاجة عنده، كيبان لك الشخص مثالي ما فيه حتى شي عيب، ومعه كتطول العشرة وكيتسد عليكم باب واحد، بزاف ديال الحويجات كيبانوا مع الوقت، وكنتعرفوا على الشخصية الحقيقية ديال كلا الطرفين. وهاد الشي النيت اللي طرى الغزلان ونوار، اللي من بعد مدة وجيزة كيلقاو راسهم مزوجين وعايشين في دار واحدة، وما جاو فين يتعرفوا على المزايا والعيوب ديال بعضياتهم، حتى كانت غزلان حاملة، وهاد الشي من بعد شهر واحد فقط على زواجهم. وفضل هاد الحمل هذا كيبداو سلسلة من المشاكل والمناقشات اليومية، شي كيشرق وشي كيغرب. أول حاجة غزلان كتكتشف بأن نوار باغيها تجلس في الدار وما تبقاش خدامة، حيت هو كتعجبو المرأة البيتوتية اللي تقابل دارها وليداتها وتكون مسؤولة، يجي من الخدمة يلقى الدار مجموعة ونقية، الماكلة مطيبة، حوايجهم صبنين، وزيد وزيد. أما بالنسبة لها هي فكانت كتحماق على الخدمة ديالها، ورافضة رافضة تاما فكرة أنها تجلس في الدار، وفوقاش ما كانوا كيجبدوا الهضرة على هذا الموضوع، كتنوض عندهم القيامة. نوار كيتشكى من الغياب ديالها في الدار، باغيها تفرغ ليه ولدارها ولنفسها. في المقابل غزلان رافضة هاد الفكرة كليا، باغا تحقق ذاتها ويكون عندها مدخول شهري قار، وشافت أنهم تسرعوا بزاف في هاد الزواج، كون كانوا غير من قبل تناقشوا شي شوية وعرفات أنه ضد الخدمة ديال المرأة ما كانتش غادي توافق أساسا. وأصلا هذا الطلب هذا كان عكس الشخصية ديالها، هي من نهار اللي عقلت على راسها وهي مسؤولة على دارهم وعلى نفسها، وتسنسات الفلوس يكونوا ديالها وبين يديها، وهي حرة تصرف فيهم كيف ما بغات. كانت دائما فاش كيتناقشوا في هذا المشكل كتقول ليه علاش ما صرحتينيش بهذا الشيء قبل الزواج، انت تزوجتي بيا وانا خدامة، كون كنتي علمتيني بلي باغيني نجلس من الخدمة عمري ما كنت غادي نوافق على هاد الزواج. الحاصل كل واحد فيهم كيجر لجهته، وحتى شي واحد ما باغي يتنازل ويخلي المامنين يدوز، بجوجهم متشبتين بالرأي ديالهم. ونقدروا نقولوا أن المشكل ديال الخدمة هو المشكل الوحيد اللي كان منغص عليهم عيشتهم، ومن غيره ما كان عندهم حتى شي مشكل آخر، وهو كان كيعاملها مزيان وهي نفس الشيء. ودازت الأيام ودخلت سنة 2016، وفي هاد العام غزلان غادي تولد أول بنية اللي غادي يسميوها لارا، وطبعا هنا كل شي كيفرح بيها وكيديروا اللازم من سبوع إلى آخره، وكل شي كيدوز مزيان والوضع كيستقر بيناتهم. لكن هاد الشي ما غاديش يطول، لأنها فاش غادي تسترجع الصحة ديالها شوية غادي تقرر أنها ترجع للخدمة عاوتاني، وهاد الشي غادي يجبد لهم الصداع والمشاكل بيناتهم، وغادي يوليو عايشين غير في النقير وفي واحد الجو اللي مضغوط بزاف. فوقاش ما كتكون غادا للخدمة كتنوض الروينة عادة باش كتمشي، وكتدوز الأيام والشهور على هاد الحال، حتى لواحد النهار فين غادي ينوض بيناتهم واحد المشكل كبير لنفس هاد السبب، وغادي يتزايدوا في الهضرة مع بعضياتهم. وهنا غزلان غادي تقرر أنها تنهي هاد العلاقة بصفة نهائية، طلبت منه الطلاق وهزت بنتها وشي حويجات في ساكها ورجعت لعند الأخت ديالها، وهنا طبعا عودت لهم المشكل اللي طاري بيناتهم، وبأنها صافيات صبرة وبغات تسالي، ميمكنش لها من بعد ما وصلت هي والأخت ديالها لهذا الشي كامل تسمح في المشروع ديالها وتنسحب، وكانت مصممة على أنها تطلق. لكن من بعد ما كتدوز واحد المدة كيجي نوار حتى لعندها وكيبدا يحاول يقنع فيها باش يرجعوا لبعضياتهم، واخا غير على قبل بنتهم اللي طبعا غادي تكون محتاجاهم بجوج، وعدها بأنه غادي يخليها تخدم ودير داكشي كامل اللي كتمناه، وما عمره ما غادي يجبد ليها الهضرة على خدمتها. وبما أن غزلان حتى هي في قرارة نفسها ما كانتش باغا طلاق، كانت باغا غير كل واحد فيهم يرتاح ويرتب أفكاره بعيد على التاني، وداك الساعة يشوفوا كيفاش يحلوا هاد المشكل ويرجعوا لبعضياتهم، لأنها بالرغم من هاد الشي كامل كانت باقي كتبغيه. داكشي علاش غادي توافق أنهم يرجعوا لبعضياتهم. وبهاد المناسبة نوار غادي يقترح عليها باش يسافروا لتركيا شيامات، يتساروا فيها ويجددوا العلاقة ديالهم
وينساو المشاكل والصراعات اللي بيناتهم وداكشي اللي كان. غزلان خبرات خواتاتها ووالديها بهذا الخبر اللي طبعا كيفرحوا ليها، لانه ببساطه ما كاين حتى شي واحد في هذه الدنيا غادي يتمنى لخته او لبنته الطلاق. كيبقى هذا اخر حل يمكن الواحد يلجا ليه، وهما عارفين ان نوار زعما على حسب ما كتعاود ليهم غزلان ماشي شي واحد اللي قبيح او كيتعامل معها خايب. المشكل الوحيد اللي عندهم هو الخدمه ديالها. المهم غزلان غادي يجمع حويجاتهم وداكشي كامل اللي غيحتاجوه وغادي يسافروا لتركيا، وهذا الشيء بالضبط سنه 2017 في البدايه ديال شهر 7. وكان هذا النهار هذا بالضبط هو الجمعه. غزلان من بعد ما كيوصلوا كتتصل بالاخت ديالها وكتخبرها بانهم وصلوا بخير وعلى خير، وبانهم دابا في طريقهم للوطيل، ومن بعد ما غيوصلوا غادي تهضر معاهم. ومن هذيك اللحظه بالضبط الاتصال غادي تقطع بيناتهم. غزلان كانت من نوع ديال الناس اللي كتهضر بزاف في الواتساب بالخصوص مع خواتاتها، التواصل بيناتهم ما كيتقطعش نهائيا، وكانت مسانسه فاش كتسافر او كتخرج كتصور راسها وكتصيفط لهم الصور وكتعاود لهم على التحركات ديالها، يعني فين مشات شنو دارت وفحال هكا، يعني ماشي من النوع اللي كيبقى بالايام قاطع الهضره مع الاقارب ديالو. وهذا الشيء غادي يدخل الشك لخواتاتها. بالنسبه لنهار الجمعه وهذا كان اول نهار، ما حلت واتساب ما جاوبات على ميساجات، قالوا يمكن السيده خرجت تسارى في تركيا داكشي علاش ما دركات تجاوبهم، ويمكن تكون جات معطله للوطيل ونعسات. وجا النهار الثاني واللي كان هو السبت، وعاوتاني صيفطوا ليها ميساجات لكن لحد الان ما كاين حتى شي جواب. قالوا مع بالهم خلي السيده تعيش الحياه بين غادي تكون تلاهات مع الزوج ديالها من بعد ما تصالحوا، فاش غتسالي غتتصل بينا. لكن من بعد هاد الشيء ما كيتوصلوا بحتى شي رساله او اتصال منها، وكيدوز هذاك النهار بلا حتى شي خبر. وكيجي نهار الحد، والحد الان ما كاين حتى شي جديد. وطبعا هنا بدا كيدخلهم الشك اكثر واكثر، لان غزلان ما عمرها ما تعطلات حتى لهاد الدرجه باش تجاوبهم. بالنسبه ليهم 3 ايام وهي ساده واتساب شي حاجه اللي غريبه. ومع الصباح ديال نهار الاثنين صافي الخوف دخلهم ديال بصح، وحسوا بان شي حاجه ماشي هي هذيك واقعة للاخت ديالهم. وهنا واحده في خواتاتها بدات كتحاول انها تتصل بها بالمكالمه العاديه، لكن تليفونها كان طافي. داكشي علاش قررت انها تتصل بنوار، عندك تكون طرات ليهم شي حاجه. لكن نوار هنا كيجاوب على هذا الاتصال وكيخبرها بانه راه متواجد حاليا في المطار ديال اسطنبول وغادي يشد الطريق لماليزيا لانه خرج ليه شي شغل على غفله، وباللي غزلان خلاها في لوطيل هي وبنتهم لارا، والغد ليه يعني نهار الثلاث عندها طياره لامريكا غادي ترجع في حالتها للدار على ما يسالي هو شغله ويلحق عليها. هنا الاخت ديالها غادي يجيها العجب اذا كانت اختها فعلا مازال في لوطيل في تركيا، علاش ما جاوبتهمش على الرسائل والاتصالات ديالهم؟ سولت نوار اللي قال ليها يمكن تكون شغلات مع البنيته او شي حاجه فحال هكا، ووعدها بانه غير يوصل لماليزيا ومن خلال التليفون ديالو غادي يبقى مراقب كاميرات المراقبه اللي عنده في الدار غير يشوفها دخلات غادي يعلمهم. وداز هذاك النهار بلا حتى شي جديد، والغد ليه يعني نهار ثلاث الاخت ديال غزلان عاود تاني كتتصل بنوار وكتسول واش اختها دخلت للدار ولا باقي، لكن هو هنا كيخبرها بانه ما بقى عارف عليها والو، حاول ما مره ما جوج انه يتصل بها لكن تليفونها كان طافي وعيا حادي الكاميرات ديال المراقبه، ولحد الان باقي ما دخلت، وباللي حتى هو تشوش عليها وعلى بنتهم. الاخت ديالها هنا غادي يزيد يدخل معها الخوف كتر وكتر، وغادي تحس ان اختها عندها شي مشكل كبير، وفي البلاصه غادي تقرر انها تتواصل مع واحد السيده معرفه قديمه كانت عايشه في تركيا. عودت لها باختصار انها كتقلب على الاخت ديالها وباللي هي معها بنت صغيره، وحتى من الزوج ديالها سافر وما بقاش معاها، داكشي علاش خافت تكون وقعت لها شي حاجه. عطاتها المعلومات الشخصيه ديال غزلان والوطيل اللي متواجده فيه، ووعدتها البنت باش تقلب عليها مزيان وفي القريب طمنها على اختها. لكن من بعد ما البنت كتقطع معها الاتصال كتشوف واحد الخبر في الاذاعه الوطنيه ديال تركيا في النشره الاخباريه كيعلنوا فيه على العثور على جثه ديال سيده مغربيه وسط اوتيل، وكينشروا فيديوهات ديال كاميرات المراقبه كيبان فيهم بان السيده فاش كانت داخله الاوتيل نهار ديال الجمعه كانت هي والزوج ديالها وبنتهم، وكيقولوا بانهم 100% الزوج ديالها العراقي الجنسيه هو المشتبه فيه الرئيسي ديال هذه الجريمه، بما انه في نفس هذاك النهار خرج من الاوتيل هو وبنته، ومن هذيك الوقيته ما زاد بان.
البنت فاش شافت هاد الخبر تصدمات ديال بصح. اخر حاجه كانت توقعها هي هادي، اتصلت بالاخت ديالها وسولتها واش اختك مزوجه بعراقي. جاوبتها وقالت ليها ايه رجلها عراقي. وهنا البنت طلبات منها تصيفط ليها الصوره الشخصيه ديال غزلان، ومن بعد ما كتشوف الصوره وكتقارنها مع الصوره ديال البنت اللي بانت في النشره الاخباريه كتاكد بانها نفس البنت. وهنا كتقول ليها بان الاخت ديالك تلقات مقتوله في البيت اللي كانت متواجده فيه في الاوتيل، وبلي البوليس دابا كيقلبوا على الزوج ديالها لانه هو المتهم الوحيد بالقتل ديالها. الاخت ديال غزلان فاش سمعت هذا الخبر ما تيقاتوش نهائيا، وهنا البنت اضطرت انها تسجل هذاك المقطع ديال الاخبار وصيفطاته ليها. وفعلا شافت الاخت ديالها فاش دخلت مع رجلها وبنتهم، وفاش خرج نوار بوحدو وهو هز البنت بين يديه. وهنا صافي تاكدت بان غزلان ماتت مقتوله، وطبعا الصدمه كانت قويه عليها بزاف، لكن تداركات الموقف واتصلت بخوتها وبوالديهم وعلمتهم بهذه الفاجعه، شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل. كيفاش السيده كانت غاده كونجي مع رجلها يبدلوا الجو في دوله اخرى حتى كتلقى مقتوله؟ واللي زاد مرضهم واثر فيهم بزاف هما الاخبار اللي كانوا متداولين في تركيا، واللي حتى الصحافه الامريكيه والمغربيه بداو كينشروهم، مع انهم ما كانوش متاكدين من الصحه ديالهم. كانوا كيقولوا بان الجثث تلقات كلها مقطعه، وخرجوا للاعلام صور للشرطه العلميه وهما هزين الاشلاء ديال الجثه في ميكات وغاديين بهم لمصلحه الطب الشرعي، وكلها بدا كيلغي بالغاه. وهادشي زاد ازمهم اكثر واكثر، فكره ان اختهم قطع الاجزاء زادت على ما بهم. وعلى اثر هاد الاحداث الاخت الكبيره ديال غزلان واللي كان الاسم ديالها فوزيه، من بعد ما غادي تسمع هاد الخبر غادي تدخل في واحد الحاله هستيريه، وبسببها غادي تجيها سكته قلبيه وغادي توفى. وهذا الشيء زاد صدم العائله بزاف، وهما يلاه كيحاولوا انهم يتقبلوا المقتل ديال غزلان. حتى كتموت فوزيه وكتتبع الاخت ديالها بالحسره عليها، وبامكانكم تخيلوا الحاله ديالهم كيفاش غادي تكون. توفوا ليهم جوج ديال البنات ما بيناتهمش حتى سيمانه مكموله، شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل. المهم من بعد ما كيتم الدفن ديال فوزيه وكيديروا الجنازه، عائلتهم كيبداو يحاولوا انهم يجيبوا الجثه ديال غزلان من تركيا باش يدفنوها في بلادها. والسفاره المغربيه اللي في تركيا وكذلك وزاره الخارجيه غيوقفوا وغيتعاونوا معاهم حتى اللي غادي يقدروا انهم يجيبوا الجثه ديالها من تركيا. لكن من بعد ما كيدخلوا كيشوفوها اخر مره زعما باش يتم الدفن ديالها، كيكتشفوا بانها ما مقطعاش نهائيا وما فيها حتى شي ضربه، والملف ديال التشريح ديالها كيقول بان السيده ماتت مخنوقه، يعني داك الخبر ديال العثور عليها مقطعه ودوك الصور اللي خرجوا ديال الشرطه العلميه وهما هازين ميكات في يديهم كلشي كذوب واشاعات. وكذلك يكتشفوا من خلال تتبع الملف ديالها بان لي فام دو ميناج اللي خدامين في هذاك لوطيل هما اللي دخلوا باش يرتبوا البيت ويبدلوا الفواط، وتصدموا بالجثه ديال غزلان وهي شابه عمود، لكن ما كان لا دم في البيت ولا والو. ومن بعد هاد الاحداث العائله ديال غزلان غادي يبداو يطالبوا بالحضانه ديال بنت اختهم والقاء القبض على المجرم اللي تسبب لهم في المقتل ديال جوج ديال الرواح، ماشي روح واحده اللي ترزاو فيها. وفي هاد الاثناء الشرطه التركيه كيبداو يقلبوا في السجلات ديال المطار اللي من خلاله كيكتشفوا بان نوار ما سافرش لماليزيا كيف ما قال، وانما رجع هو وبنته لامريكا. داكشي علاش الشرطه ديال تركيا غادي يتواصلوا مع السلطات الامريكيه وغادي يعلموهم بهادشي. وطبعا هنا البوليس في امريكا في البلاصه كيتحركوا، وكتكون اول وجهه ليهم هي الدار ديال نوار. وفعلا التوقعات ديالهم كانت في محلها، لانهم من بعد ما كيمشيو للدار كيلقاو السيد عايش عادي ومعاه بنته بحال الا ما دار والو. وهنا في البلاصه كيتم القاء القبض عليه وكياخذوا ليه البنت وكيديوها لدار الرعايه، ومباشره من بعدها كيبداو الضباط تحقيق معاه. نوار هنا وبكل سهوله كيبدا يعاود ليهم شنو طراو بالتفاصيل، ما كيعذبهم في التحقيق ما والو. في البدايه كيقول ليهم بانه فعلا هو اللي خنقها حتى ماتت بين يديه، وبانه دار هادشي كامل باش ما تبعدش عليه، لانها مؤخرا ولات فوقاش ما كيتناقشوا في المشكل اللي بيناتهم كطلب منه الطلاق، حس بها مستغنيه عليه وفي اي لحظه تقدر تتخلى عليه. وبدا كيتخيل ليه بانها 100% غادي تكون تعرفات على شي شخص اخر، داكشي علاش هضره جوج كتجبد ليه الفراق، مع انه ما كاين حتى شي دليل على هادشي. وكون كان بصح تعرفات على شي حد
ما كانتش غادي ترجع معاه فاش مشى وطلب منها ترجع ليه، كانت غادي تبقى متشبته بالطلاق. ما علينا، هو حيت كان كيبغيها بزاف ما بغاش يتقبل هادشي، وقرر انه يصفيها لو ما يخليهاش تفارق معاه. ومن بعد ما كانت مشات وخلاته في اخر مدبزه بيناتهم، جلس مع راسو مده وهو كيفكر وكيخطط كيفاش غادي ينفذ هاد الجريمه. ومن بعد ما رتب الافكار ديالو وخمم مزيان، مشى عندها وتصالح معاها وطلب منها تجي معاه لتركيا شي يامات، وفعلا قدر انه يستدرجها لانها طبعا وافقت وكانت فرحانه بزاف بهاد السفريه. لكن من بعد ما كيدخلوا لوطيل وكيجلسوا شي شويه بدون سابق انذار، كيقرر انه ينوض ينفذ المخططات ديالو، مع انه في هذيك الوقيته ما كاين نايض بيناتهم لا مشكل ولا صداع ولا والو. سيده جالسه في امان الله حتى كتفاجئ به شد فيها بيديه بجوج من جهه العنق ديالها وكيخنق فيها. حاولت ما امكن انها تبعده، وملامح الصدمه كانت واضحه على الوجه ديالها، لكن هو بقى شد فيها وكيزيد يضغط حتى الدبل للامانه امانته. وهنا هو طلق منها وخلاها جثة هامدة في الأرض، هز بنته معاه ورجع في حالاته لأمريكا. وفاش اتصلت به الأخت ديالها من خلال الواتساب، ما كانش في البطار كيف ما قال ليها، كان في دارو اللي في أمريكا، ولكن كان لابد أنه يكمل في التمثيلية ديالو. والسبب ديال هاد الشي كامل وهاد الجريمة هو أنها كانت رافضة الجلس في الدار وبقات متشبتة بالخدمة ديالها. وفي عوض ما يطلقوا كل واحد يشوف حياته بعيد على الثاني، هو شاف أنه أحسن قرار بالنسبة لهم هو أنه يصفيها له وبالغدر من فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. في هاد الأثناء كانوا باقيين كيخرجوا الإشاعات في هاد القضية، مع أن خواتات غزلان اضطروا أنهم يخرجوا في الإعلام وعودوا القصة ديال الأخت ديالهم وكيفاش حتى ماتت. لكن الصحافة التركية كانت غاجي بيا فم وقول، أحق السيدة حصلها رجلها كتخونه، داكشي علاش صفاها لا، أحق طلقات مقطعة، وبعض الأعداء لحد الآن باقيين ما كاينينش، والمجرم رفض أنه يوري البوليس فين رماهم، وهاد الشيء كله كذوب وإشاعات ما عنده علاقة بالواقع. وهاد الشيء اللي زاد أزم العائلة ديالها أكثر وأكثر. القضية ما فيها لا خيانة لا والو، كون كانت خانت واش في نظركم هو كان غادي يغطي عليها وما غيعاودهاش للبوليس؟ طبعا كان غادي يفضحها. زيد على هاد الشيء الجثة ما مقطعاش نهائيا وما تمش التمثيل بها، ماتت مخنوقة وما فيها حتى شي أثر ديال الضرب أو التعنيف. المهم، المسطرة القانونية في أمريكا خدت المجرى ديالها الطبيعي، وتم التأكد من الصحة العقلية ديال نوار، وبذلك كيتم الحكم عليه بالمؤبد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. أما بالنسبة لبنيتة لارا، فالمحكمة رفضت الطلب ديال عائلة غزلان في أن الحضانة تعطى لهم، لأن البنت عندها الجنسية الأمريكية، وبذلك البنت كتبقى في دور الرعاية وكتكبر فيها، والأخت ديال غزلان اللي مستقرة في أمريكا كل فترة كتمشي لعندها وكتزورها. حتى لهنا الأحداث اللي عندي في هاد القضية تسالوا. صراحة جريمة اللي ما عندها لا ساس لا راس، قتلها غير حيت ما بغات تجلس من الخدمة. واش القتل ولا سهل حتى لهاد الدرجة؟ وشي أسباب كنشوفهم في شي جرائم ما كيدخلوش للعقل. القتل من أجل القتل وصافي. ما بغاتش يا سيدي تجلس في الدار، طلبت الطلاق، مطلقة. علاش غادي نتحمل روح لسبب تافه فحال هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زعما والله ما جبرت ما نقول، الواحد قبل الزواج فتره الخطوبه من الافضل انه يناقش امور فحال هادو، شي حاجه مثلا اللي كتبان لك انك مستحيل تنازل فيها ناقشها مع الطرف الثاني. شفتوا انكم تفهمتوا تبارك الله، ما تفهمتوش تفارقوا بالمعروف، حسن ما حتى تزوجوا ويوقع الطلاق ويكونوا وليدات يدفعوا ثمن غلطه هما ما عندهم فيها حتى شي دخل. أما بالنسبة للقتل في هذه القضية صراحة ما عنده حتى شي مبرر، وأصلا قتل الروح بصفة عامة كيجيني ما عنده حتى شي مبرر، واخا يكون هذا السبب شنو ما بغى يكون. نتمنى أننا نكونوا خدينا العبرة من هذه القضية. دعوا مع غزلان وفوزية بالرحمة والمغفرة، والله يجعل مثواهم الجنة يا رب. وما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا كان كيعجبكم فحال هذا المحتوى، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة باش يوصلكم أي جديد حطيناه بإذن الله، وشكراً.